السلام عليكم، سميتي بسمة اليزامي، كنقرا في ثانوية بن سينا التأهيلية الثانية بكالوريا علوم فيزيائية خيار فرنسية، والحمد لله الحاصلة على أول معدل بجهات بن ملال الخنيفرة. المعدل ديالي هو 19.36، والحمد لله تمكنت من أنني نحصل على هذه النتيجة بفضل المجهودات ديالي وبفضل الله سبحانه وتعالى بطبيعة الحال، وبفضل المساندة ديال الوالدين وديال الأساتذة اللي من أول سنة وهما كيرافقونا. الاستعداد للبكالوريا كان من أول سنة، ما كانش حتى المدة الأخيرة. بطبيعة الحال كانوا الإضرابات وكانت ظروف صعبة، ولكن قاومنا وحاولنا أننا نتجاوزوا دوك الصعوبات، لأن الإنسان خاصو يتكيف مع كاع الأوضاع وخاصو يدير اللي عليه والكمال على الله. إن شاء الله كنفكر ندير الطب، وفي نفس الوقت كنفكر في الهندسة، وكنتمنى من الله أنه يوفقني ندخل لواحد من هذه المجالات لأنني مازال ما قررتش بيناتهم. الأم ديال بسمة اليزامي سعاد ماكين، أنا فرحانة بهذه النتيجة، فرح فخر، إحساس بالفخر الحمد لله. سنطلب الله سبحانه وتعالى أنه يبارك لها في هذه النتيجة ديالها وأنه موفقة في مسيرتها الدراسية، نتمنى لها كل خير. أكيد فرحنا، أكيد أكيد فرح لا يتصور. ما يمكنش راه كل أب وكل أم هادشي اللي كيتمنى في وليدات، وأنهم يشوفهم فرحانين ومحققين النتائج الفضل، اللهم لك الحمد ولك الشكر. أنا جد فخور بما حققته لبنتي بسمة اليزامي من نتائج مشرفة جدا، وكنتمنى إن شاء الله يعني توفق في المسار يعني الدراسي في المستقبل إن شاء الله. وهذا شرف لنا جميعا، يعني الطاقم التربوي اللي واكبها طيلة المسار الدراسي ديالها، والإدارة التربوية بثانوية بن سينا التأهيلية بن ملال. هذا الشيء يفرح ويثلج الصدور، وكيبشر بأن المؤسسة العمومية لازالت بخير. يكفي فقط المواكبة ديال التلاميذ والأبناء، وإن شاء الله يوصلوا إلى بر الأمان والنتائج تكون مشرفة. أنا ما كنتش متوقع صراحة، لأن يعني مع الخدمة ديالها وهذا يعني كان شوية كتعب شوية في العمل، وقلت ربما تقدر ما تجيبش هذه النتيجة، ولكن الحمد لله فاجأتنا وفرحتنا بهذه النتيجة اللي، وفي الحقيقة أنا خليت لها هي الأوتونومي، يعني أنها تحقق ذاتها وتاخذ الاستقلالية في الإشواء ديالها. ما نقدرش نوجهها وكا ولا وكا، شوف هي فين غت يعني تلقى راسها، وتكون يعني تكون عندنا يعني واحد مستقبل اللي هو يعني ظاهر ان شاء الله.